يبحث العراقيون عن متنفس خلال فصل الصيف لتقضية وقت مرح مع الأصدقاء أو العائلة، وتعد مشاهدة الأفلام طبعاً من أفضل الوسائل لقتل الملل والترفيه عن النفس، خصوصاً إذا كانت دار السينما خارجية أو صيفية زي ما احنا بنقول عليها، وتقدم تجربة فريدة من نوعها لأول مرة ده في العراق في افتتاح السينما مختلفة عن القاعات التقليدية. تم تدشين أول سينما في الهواء الطلق في العاصمة العراقية لمشاهدة الأفلام. أقبل الشباب على ارتياد المكان الجديد وأيضاً بعض العائلات. يمكن لجميع الناس الحجز ومشاهدة الأفلام في السيارة، وهي طريقة مختلفة للاستمتاع بالسينما في العراق. يتوقف الشباب أو العائلات بسيارتهم في الأماكن المخصصة للسينما المفتوحة لمشاهدة أحدث الأفلام في العالم العربي والعالم ككل. تتراوح الكلفة لمشاهدة الفيلم لشخصين داخل السيارة ما يقارب 30,000 دينار، أي ما يعادل 20 دولار. طبعاً إحنا برضو عندنا في مصر الحمد لله بقى موجودة الأماكن دي. يمكن إحنا بنقول الخبر ده إن دولة العراق الشقيقة بدأت تطبق هذا النوع من الترفيه.